على بركة الله مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء وقضية الشواهد الطبية اللي كيعطيوها بعض الأطباء اللي ما عندهمش الضمير وما كيفكروش وما عندهمش إنسانية. الطبيب هو واحد الرسالة قبل ما تكون مهنة، هو رسالة نبيلة. الطبيب قبل ما كيمارس المهنة ديالو كيأدي القسم على أنه يكون إنسان عنده نزاهة وأخلاق وضمير، ولكن للأسف الشديد بعض الأطباء بين قوسين، بعض الأطباء ما عندهم لا ضمير ولا أخلاق ولا نزاهة. شحال من واحد ورطوه الأطباء وتعتقل ومشى للسجن، وشحال من واحد الحمد لله يعني لولا الحنكة ديال رجال الأمن والنزاهة ديال القضاء المغربي لكان غيكون في غياهب سجون لسنوات طويلة بحال هاد الشيفور اللي حدانا اليوم. أكيد كلنا شفنا أو سمعنا الخبر ديال اعتقال طبيب عنده 70 سنة من طرف رجال الأمن منطقة عين الشق، واللي عطى شهادة طبية مزورة لأحد الأشخاص وكان غيصيفط واحد السيد للحبس ظلما وعدوانا. اليوم التقينا بهذا السائق المهني اللي هو عنده مشكل مع نفس الطبيب واللي مقدم ضده شكاية واللي عطى ضده شهادة طبية ربما شحال فيها؟ 45 يوم. 45 يوم راه واقيلا عملية قلب مفتوح ومولاها ما كياخذش 45 يوم. ما فهمتش أنا كيفاش بعض الأطباء من أجل مبالغ مالية اللي هي جد يعني بسيطة، ما يمكنش أنك تبيع الدمة ديالك وتعطي الإنسان شهادة طبية في 45 يوم وما في تخدشة مقطع عليه تريكو وتعطيه 45 يوم. خليكم معنا نتعرفوا على تفاصيل هذه القضية ديال النصب اللي دارها الطبيب السبعيني. 70 عام عباد الله، ما عرفنا شكون السابق، ولكن 70 عام شنو بقى لك باش شنو تقول غدا قدام الله؟ خليكم معنا نتعرفوا على التفاصيل ديال هذه القضية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو وقع لك مع الطبيب هذا؟ اللي وقع لي هو اختي كان وقع لي واحد المشكل على مستوى نيرشور منطقة عين الشق، واحد المجمع ديال الشركات فيهم لي سونتر دابيل. هبطت واحد السيدة إيفوارية طلعت معايا، المهم باختصار جاو صحاب داك النقل السري يقول لي حويجو ضربوه بحكم لا دابا انت ركبات معاك هذيك السيده ايفواريه تركبات معاك اتصل بها التطبيق. دابا هي كانت مزروبه كومونديه التطبيق من الخدمه ديالها هبطات حدا الباب كتسحب راسها صبط لحدا الباب غتلقاه موجود، لقاته معطل عليها ما جاوبهاش. ملي طلعت عندي انا غنوصلها للمعارف ديك الساعه جبدات التليفون بدات كدوي قالت لي مبقيتش غاده، نزلت من عندي بقيت كنشوف فيها انايا او السيده فين غاده، غاده عند الطوموبيل سياره اخرى مجهوله، سياره قريه دوبل في مشات عندها طلعت ليها طلعت اللور. ملي شفت انا طلعت اللور ما يمكنش ايفواري يخدم في سونتر دابيل وغيكون عنده شيفور اللي هو عنده واحد الطوموبيل اللي يساوي 30 يعني مليون. يعني ركبت على القدام تقول شي صديق ديالها شي عائله. انا بحب ذاك الحكم اللي بانت لي عرفتو انايا النقل السري، جيت لعندو القدام ديالو بحكم كانت غتمشي معايا انا دا لي رزقي هذاك كنت غنوصل انا بواحد 30 درهم زيده فيا ندير انا نزيد نعاون بها المازوط ولا شي حاجه. نعم. السيد من الدالية وقفتو عيطت للامن كانوا على مستوى قريب جدا وجاب الله رجال الامن كانوا تمايا موجودين. اما في الاول ما كايناش خمسه دقائق التحقوا بي 10 شويه ولاو 50 ضدي انا، جاو ساندوني واحد ثلاثه موالين الطاكسيات تما تعسفوا عليهم ضربوهم. مني مشينا للدائره من 12 ديال الليل وانا في 8 حتى 8 الليل وانا في الدائره، جا عندنا وكيل الملك حتى تمايا اللي هو واحد جزيل الشكر، راه الناس ديال القضاء تبارك الله عندهم واحد النزاهه وكيعرفوا شنو كيديروا وغامن الهضره ديال الانسان كيعرفوا واش على صواب ولا لا. وجابوا الكاميرات، جابوا صاحب المقهى اللي كاين تما حتى هو دلب الشهاده ديالو، وكنت نتفاجئ بالشهاده السيرتيفيكا فيها 45 يوم. واش هادو باغيين يصيفطوني للحبس ولا ما داير والو؟ من عند هذا الطبيب اللي تم اعتقاله. من عند الطبيب اللي تم الاعتقال ديالو سمعنا بانه حتى شي طبيبه ديال الاسنان مشات هي خدات من عنده سيرتيفيكا اللي فيها 28 يوم بغات تصيفط واحد السيد للحبس تا هو اللي ما داير والو، لولا الحنكه ديال رجال الامن مشكورين جليل السكر رجال الامن ديال عين الشق والنزهه ديال القضاء اللي شافوا داك الشيء وعرفوا شنو كاين. اكيد ولي شدوه متلبس وهو كيعطي شهاده طبيه لاحد الاشخاص، شدوه متلبس. تماما. علاش هادشي انا ماشي مواطن؟ يعني انت كنتي غتمشي للحبس هباء منثورا، الطبيب كان غيصيفطك للحبس. هباء منثورا الطبيب. خدمت في الشركات كنت كندير شيف ديكيب مانتونونس، عندي جوج ديبلومات، ما لقيتش الخدمه، مشيت انا درت انايا بيميت كونفيونس، ماني ما مشيت انايا نكري طوموبيل انا ب 150 درهم ونبدا نهز في عباد الله بعشوائيه. والحمد لله تم اطلاق السراح ديالك من الدائره الامنيه. تم اطلاق، وانا كنت دوبين انا واقف حداك باش احمي ولحمي، اما واحد عنده جايب لي سيرتيفيكا 45 يوم، راه كنا صايفين 45 يوم. عامين وثلاث سنين ديال الحبس. وعلاش انا يظلموني ويديروا لي بحال هكا وانا ما لا قمشو صحابو شرقوا لي حوايجو والتراس اللي خلعني انا عمرني ما تصورت هذا الشيء. داروا لي فين دي اسبوف فمو باش يبان مكشكش،
انا ما شفتها في الفيديو كيجبدوا في الفانيل ديال الاسبور داروا ليه فمو باش يبان السيد مكشكش. هو عيه فيه السكر داك السيد مريض بالسكر، ما اداني ما اديته ما حتى شي حاجه، وكاينين الكاميرات الحمد لله وبجلال الامن راه خداو الفيديوهات من تما. ولكن كنشوفوا هاد الاطباء، كاينين اطباء اللي على ما كنعموش، ولكن كاينين واحد اللي ما عندهم طاقه مهني معدي القسام حشوم عليهم شو عليهم. وحنا تنطالبوا من القضاء المغربي ومن النيابه العامه ان تدخل على الخط ديال اي واحد جاب شهاده طبيه وثبت ان هذه الشهاده الطبيه تعطات ليه بناء على مبلغ مالي وبان السيد ما فيه والو. حنا تنطالبوا من النيابه العامه ومن القضاء المغربي انه يتابع هاد الاطباء، وايضا حنا ضد ان الشواهد الطبيه تجي من عند اطباء ديال الطب الخصوصي. بغينا كاين طب شرعي، كاين واحد الطبيب ديال المخزن الطب العمومي كان مشي هو اللي كيشوف بناء على داك الشيء اللي شافو بناء على راديوات على السكانيرات. ما يمكنش 45 يوم هاد السيد شحال كان غيتشد كون هذيك 45 يوم فعلا مثلا الوكيل خداها بعين الاعتبار. ولا سما كون ما شهد ليا حتى واحد وكون ما كانوش الكاميرات كون كنا في منطقه نائيه السيد قضاء وقدر توفى جاتو شي ازمه ولا شي سكته قلبيه وكون لي انا وانا ما قاسوش حتى بصبعي ما قاسوش ما فيا حتى انا ما بعيد منه. هما في الطروطوار من هنا وانا مني شفتهم تجمعوا جيت انا وهنا